الصليب من الكتاب المقدس. وفين ربنا ده؟ انت بتصدق ان في حاجه اسمها ربنا؟ ايه السؤال ده؟ ايه السؤال العجيب ده؟ ادعوك بزياره سريعه الى القبور. جه اليوم الاسود اللي ما طلعلوش الشمس. أنا واحد شبه. أصدق صفحة في أي جريدة هي صفحة الوفيات. المسيحية ما عندناش موت. بشكرك لأنك تعطي حياة. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج شعاع النور. وبصلي من كل قلبي انه شعاع النور اللي الحلقات بتقدمهن يكون فعلا قدر ينور لحياتنا، وتكون انت وانتي كمان بنعكس النور ده، نور المسيح اللي بيخش في قلوبنا وفي بيوتنا وافكارنا واذهاننا، بنعكسه كمان لاخرين، فنكون سبب بركه لاخرين وموصلين جيدين للبركه. شجع زملائك قوي ان يجوا معانا ويتفرجوا معانا معاك على الحلقات دي. هي خشوا كمان على الويب سايت والايميل ويكتبوا على الايميل ونتواصل مع بعض. بشكرك كتير على الحاجات اللي وصلت والايميلات اللي بعتوها واللي ردينا عليها. ربنا يبارك حياتكم ونكون باستمرار بنوصل وبنعكس نور المسيح لحياتنا. الشيطان المخيف المرعب، الجن اللي بيخوف، اللي بيودي الناس جهنم، في حد يقدر عليه ده؟ اللي بنقول عليه الشيطان شاطر. الشيطان شاطر، بس تعال نشوف هل فعلا الشيطان شاطر. تعال نشوف. الشيطان شاطر صحيح. أيوة، لو مش مصدقني أن الشيطان شاطر، افتح النشرة بتاعة التلفزيون وشوف كده، شوف قد إيه الشيطان شاطر. شوف عمل إيه في بلاد كتيرة من العالم. شوف الشيطان بيخش في البلاد بيخربها إزاي. شوف الشيطان بيخش في المجتمعات والعلاقات ويبددها ويدمرها إزاي. شوف الشيطان بيخش البيوت ويخربها إزاي. شوف الشيطان بيخش مع الشباب ويدمر حياتهم ازاي. الشيطان شاطر. ايوه شاطر، بس في واحد اقوى منه. قال الكتاب في انجيل القديس لوقا، قال لا يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا. الحديث في هذه الحلقة عن الشيطان، الشيطان اللي الناس بتخاف منه وبتعمل له أعمال السحر والشعوذة والدجل والنظام الودع والاعتقادات الخاطئة، ويحطوا حاجات على أيديهم وعلى بيوتهم، ويكرهوا يوم الجمعة 13 وساعة النحس. وبعض الفنادق ما بتحطش رقم 13 على الاطلاق في الاسانسير في الليفت بتاعهم. رقم 13 المخيف المرعب، بيخاف يعني الخوف من الشيطان، خوف من المقابر، ناس بتخاف من الضلمه. وكتير من الاطفال بيخافوا بيترعبوا باستمرار. لكن ابليس اللي بيهلك ده كله، في واحد اقوى منه اسمه الرب يسوع المسيح. جلوقة بيقول لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا. إبليس القوي، إبليس الشاطر ده، يحكي كتاب في إنجيل لوقا إصحاح 4، يقول وكانت الشياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح. مسيح المخيف عند إبليس. إبليس مملكة مخيفة، حكينها الكتاب عنها، بيحكي الكتاب عنها وبيقول أنها سلاطين وقوات ورتب ورؤساء. إبليس شخص منظم، إبليس بيخرب العلاقات، إبليس وظيفته أنه قتال منذ البدء. لكن في واحد
اسمه الرب يسوع المسيح، صاحب سلطان على الشياطين. يا مناس اتلبسوا من الشياطين، يا مناس حلت عليهم الأرواح الشريرة وسكنت. بيحكي لنا الكتاب في إنجيل يوحنا عن شخص كان شاب عليه أرواح شريرة، كان مسكون بالأرواح الشريرة، كان ولد وابتدى يكبر، أبوه وأمه عندهم رؤية ومستقبل، الولد هيكون شخص ناجح ورائع بعد كده. لكن يا خسارة، الشيطان خلى الولد ده مجنون، مجنون، مجنون قرة الجدرين. الشخص ده ما كانش ينفع يروح للمسيح، لكن المسيح نفسه اللي راح له، المسيح نفسه اللي راح له. لو انت مش قادر تروح له، هو جاي لك لحد عندك، لحد بيتك، هو بيدور عليك. لو أرواح الحزن مالية قلبك، لو حاسس انك بتمر بخسارة وسلسلة من الفشل ومن الخسائر متوالية متلاحقة بعضها مع بعض، انا بدعوك النهاردة صلي معايا. يا صاحب السلطان على إبليس، في اسمك يا رب انا بحتمي النهاردة في دمائك التي سالت على الصليب لكي تحررني من هذه القيود. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. احتمي في المسيح. الولد ده كان مسكون عليه أرواح شريرة، يقول الكتاب لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، محدش قادر عليه. يقولوا له يا ابني عيب مفيش فايدة، يا ابني اتأدب مفيش فايدة، مش عاوز يسمع الكلام. لا، أكتر من كده كمان، كان بيجرح نفسه واللي حواليه بالحجارة. يا ويل اللي يقرب منه، اللي يقرب منه يخبطه بالحجارة. شخص مخيف ومرعب. مش ده اللي بيعمله الشيطان النهاردة في شباب كتير؟ بيجنن الشباب، بيخليهم مش على بعضيهم. كانوا الشاب ده كانوا يلبسوه يتعرى. فكر في العري. بيقولوا ان المواقع الجنسية على الانترنت بتاخد اكبر نسبة مشاهدة على كل المواقع الاخرى، بما فيها المواقع الثقافية وبما فيها كل انواع المواقع. ليه؟ الشيطان خطته انه يعري الانسان زي ما عمل مع ادم وحواء زمان لما قصر الوصية واكلوا من الشجرة واكتشفوا مرة كمان انهم عريانين. ده اللي بيعمله الشيطان، يعري 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 ويدور على اللبس اللي يكشف ويفضح. الشيطان بيعري. طب الشخص ده يحصل فيه ايه بقى؟ الشخص ده عاوز صاحب انسان عظيم، صاحب سلطان على لاجئون. صاحب سلطان على لاجئون. ايه لاجئون ده؟ يعني قوة منظمة كبيرة من الشياطين، عددها ما يقرب من 2000 شيطان. لما تقابل مع المسيح، خلي بالك ايه اللي حصل. الراجل اللي عليه الشياطين جري عند المسيح وسجد له. حته جميله، لقطه قادر اشوفك معايا وانت مبهور بيها، فعلا فعلا رائعه. الشيطان يسجد للمسيح، الشيطان يخضع للمسيح. انت ليه حاسس انك حزين باستمرار وكئيب باستمرار؟ لانك عينيك ما اتفتحتش، ما حصلش شعاع نور في حياتك يستطيع أن يطرد أرواح الحزن والكآبة والخسارة والموت والخراب من حياتك، ويملأ أيامك بسعادة وفرح حقيقي. مسيح بصاحب سلطان. لما ذهب هذا الشخص اللي عليه الأرواح الشريرة وسجد عند المسيح وقال له ائذن لنا. الله، جميل ائذن لنا دي. خلي بالك لو سمحت من جزئية مهمة قوي. الشيطان لما راح للمسيح قال له ائذن لي. والشيطان في أيام أيوب راح لله وقال له ائذن لي. إذن فالشيطان يطلب الإذن من الله، وفي العهد الجديد طلب الإذن من المسيح. إذن فالمسيح من يكون المسيح؟ المسيح هو الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عشان كده تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد الفاصل. دقيقتين وراجعين، خليكم معنا.
مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة جديدة. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن روعة المسيح وروعة سلطانه على الشياطين، وعرفنا أن الشياطين كانت تأتي عند المسيح وتصرخ قائلة: يا ابن داود، لماذا قد أتيت لتهلكنا؟ الشخص اللي كنت بتكلم عنه، المجنون كورة الجدريين اللي ذهب إلى المسيح، يحكي عليه الكتاب أنه كان عليه 2000 شيطان راح عند المسيح وخر وسجد للمسيح. الله. بعدين طلب الإذن، الشياطين تطلب الإذن من المسيح، وأثبتنا من هذا الموقف أن المسيح هو الله. يقول الكتاب: فأذن لهم. وبعد ما أذن لهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه الشياطين ديت هربت من هذا الشخص ودخلت في قطيع الخنازير. دخلت في قطيع الخنازير. يقول الكتاب أنه قطيع الخنازير انجرف إلى العبر. إيه موضوع قطيع الخنازير ده؟ إيه موضوع الألفين خنزير ده اللي دخلوا في عاوز يقول لك الكتاب أن الشخص المسكين ده، الشاب المسكين ده، كان قوة أو طاقة 2000 خنزير. يعني اللي ما عرفش 2000 خنزير يحتمله وانجرف إلى العبر، هذا الشخص كان محتمله مسكين. أنت عارف في يقول لك الموتور قوة 30 حصان، 50 حصان، أهو الشاب ده كان قوة أو طاقة أو قدرة 2000 خنزير. مسكين مسكين. بس تعرف اللي حصل في الشاب ده؟ حصل له شوية حاجات. أول حاجة، بعد ما خرجت منه الأرواح الشريرة، صار جالسا قادر يقعد. أمال كان الأول إيه؟ مش على بعضه، زي الشاب اللي يروح الكنيسة مش قادر يقعد في الكنيسة. ليه؟ عاوز يخلص بها، يقعد قدام أي حاجة بالساعات ما يزهقش، لكن يخش يقعد مع ربنا مش قادر يقعد. مش قادر تاخد خلوتك، مش قادر تقعد مع الكتاب المقدس، مش قادر تكون ليك عشرة حب مع المسيح. صار جالسا. لكن الحاجة التانية، صار لابسا. الله، لابس ثوب بر المسيح، لبس المسيح، المسيح ستره. وزي ما عمل ربنا زمان مع آدم وحواء لما جاب الخروف وذبحه وصنع لهما مآذر، بنفس المعنى يا أحبائي المسيح ستر هذا الشاب. كان عاوز يقول له: أنت كنت عريان لكن أنا كسيتك. صار جالسا ولابسا. الحاجة التالتة، أيوة، عاقلا. المسيح بيدي عقل للإنسان، مش قادر يفكر في الأمور مظبوط، فالمسيح بيديله عقل وبيديله استنارة، يديله شعاع نور في عقله ومخه كده ينور. ما كان الأول إيه؟ كان الأول مجنون، كان الأول مجنون كورة الجدريين، لكن بعد ما تقابل مع المسيح وشعاع قداسة المسيح شع فيه، اتغيرت حياته واتبدلت أيامه وصار إنسانا مختلفا. جالسا، لابسا، عاقلا، مسك في المسيح وقال له: مش هسيبك. وكانه عاوز يقول مع المرنم: ما اقدرش اعيش من غيرك، يا رويني يا يسوع من خيرك، ما اقدرش الا انت، انا مش قادر اعيش من غيرك. ده انا كنت مجنون وانت عقلتني، ده أنا كنت أعمى وفتحت عيني، ده أنا كنت عريان وكستني، كنت بجرح نفسي والآخرين بالحجارة وأنت اللي اديتني العقل وقعدتني، أنا ما كنتش قادر أقعد لكن أنت اللي اديتني الحياة وقعدتني، أنا ما كنت، كان الناس بتكرهني وتتمنى موتي لكن أنت اللي اديتني قوة واديتني نعمة جديدة، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. قال له المسيح: خليك جنبي. لا، عمل إيه بقى؟ جالس كارز ممنون، يعني شاكر للمسيح. كارز؟ ايوه كارز. المسيح قال له: يا ابني ما تمشيش معايا وبس، لكن روح لبيتك وروح لعيلتك وروح لاسرتك وقول لهم، خبرهم بكم صنع بيك الرب ورحمك. يا سلام. يروح لبيته تفتكر؟ لا، يفتكرش، روحش لبيته. يقول لك الكتاب ذهب وهو يكرس في 10 مدن
يحكي لنا كتاب عن أن المسيح مرة دخل بلد وراح لبيت وقال لهم من فضلكم ما حدش يعرف أننا هنا. يقول الكتاب دخل بيتا وهو لا يريد أن يعلم أحد فلم يقدر أن يختبئ. يعني إيه ما يقدرش يستخبى؟ ما يستخباش يا عم، خبي الشمس اللي طلعت النهاردة وما تخبيش نور المسيح لما يدخل إلى قلب إنسان. تعرف كنت في بداية الحلقة بقول أنه لو دخل في قلبك شعاع النور وملأ حياتك المسيح بنوره وتمتعت بجمال طلعته وجمال روعته، أتحدى أن كنت تقدر تسكت. مش ممكن تسكت، ده أنت تروح تقول للناس زي ما قال المجنون: أنا كنت أعمى والآن أبصر، أنا كنت مجنون والآن عقلت. فمضى في العشر مدن. مسيح أقوى من الشياطين. خليني أقول لك زي إيه، أقول لك الفكرة بتاعت الموضوع ده إزاي. إذا فرضنا أن أحد البلاد يخش يدخل في ليه فيها كده واحد فردة، عارف يعني إيه فردة؟ يعني عضلات كده، واحد قوي كده عظيم كده، ويخش كده ويعمل إرهاب في البلد، إرهاب في البلد، وأنت تدفع 100 دولار وأنت تدفع 500 دولار ويلم كده ويخوف الناس، مرعب طويل وعريض. لكن مرة من المرات جه واحد مسكه وضربه علقة محترمة زلوا فيها، مشي هو مضي ودانه. بس بعد أسبوعين الشخص ده رجع مرة كمان عشان خاطر يعمل إيه؟ عشان يعمل إرهاب. ومرة كمان يجي عيل صغير يقول له: يا عم يا فرد، أنت اللي بتعمل الإرهاب وعاوز تسرقنا وتنهبنا. أيوة، في واحد اسمه الفلان بقى اللي أكبر منه اللي اداله العلقة المحترمة ده بيسلم عليك. أول ما يسمع اسم الشخص ده يعمل إيه؟ يترعب. أهو الشيطان كده بالظبط، مخيف مرعب للي في دايرته، للي محطط نفسه جوه دايرة الخطية. الشيطان مرعب. لكن من 2000 سنة في واحد اسمه يسوع المسيح على الصليب جرد الرياسات أشهرهم جهارة، وأعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرنا شيء. رأينا في صليب المسيح الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. بس فاضل أنا وإنت أصغر ناس في الدنيا ديت. لما يجي الشيطان يحاربنا نقول: في اسم الرب يسوع المسيح، في قوة دم الرب يسوع المسيح، في سلطان لاهوت المسيح. الشيطان يسمع ده ويترعب. تعال صلي معايا وادعي ربنا: يا رب بشكرك لأنك أقوى من الشياطين، بشكرك لأنك أعظم من الشياطين وصاحب سلطان على الشياطين، وتستطيع أن تعطيني أيضا سلطان على الشياطين. إبليس شاطر يا رب، بيحاربني، أنا حزين، أنا نجس، أنا مغلوب، أنا مهزوم، مش قادر أنتصر على الخطية. تعال اديني نصرة، تعال اديني قوة، تعال غير حياتي، تعال اعمل لحياتي معنى. ولما أتقابل معاك مش هسكت يا رب، هروح أقول لكل الناس قد إيه أنت رائع وبتحبني وغيرت حياتي. كانت دي صلاتك أو أي صلاة زيها، بدعوك أنك تكتب لي على الإيميل اللي بيظهر على الشاشة. لو فاتتك حلقات قبل كده خش على الويب سايت ده، اقرأ معنا الحلقات وفرج عليها، اكتب لي، هكون مشتاق أن أنا أستقبل منك رسائلك الحلوة. ربنا يكون معاك، يملى حياتك، هو صاحب السلطان على الشياطين، يسحق الشيطان تحت أقدامك سريعا، ويملى قلبك بشعاع نور حقيقي.